السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هنشوف صفحة جديدة من الكتاب المدرسي. ما تشوفوا جولي جيكري لو غارديان دو زو. لو غارديان دو زو يعني حارس حديقة الحيوان. لو زو هو حديقة الحيوانات. بوزيد اي لو غارديان دو زو يعني هذا بوزيد هو حارس هذه الحديقة. إلا دور لي زانيمو إنه يحب الحيوانات. Le matin, il nourrit les perroquets. Le matin, يعني في الصباح, il nourrit, يعني يغذي les perroquets, يعني الببغاوات. Il nettoie aussi les cages. وهو ينظف أيضا الأقفاص, يعني أين تعيش هذه الطيور. Au moment de la douche, le petit éléphant est content. في وقت الاستحمام, الفيل الصغير يكون فرحان. Il y a aussi Maya, c'est la gazelle, c'est sa gazelle préférée. هناك أيضا مايا, إنها غزالته المفضلة. Gazelle معناتها غزالة, préférée يعني مفضلة. Depuis que sa patte est blessée, elle ne court plus vite. منذ أن كسرت قدمها, هي لا تجري كثيرا. لم يعني لم تعد تركض كثيرا أو بسرعة. C'est une bête fragile. إنها حيوان يعني رهيف ضعيف. Lis le texte puis écris les phrases complètes sur ton cahier. يعني اقرأ النص ثم اكتب الجمل الكاملة على كراستك. إذا le sujet de la phrase qui يعني لما نبحث أو نستدل على le sujet معناتها الفاعل. إذا نطرح سؤال كي معناتها من. بوزيد est le gardien du zoo. إذا بوزيد c'est le sujet. لأن نقولو كي est le gardien du zoo. كي إذا نشوفو هادي كي نطرحوها باش نستدلو على الفاعل. كي لو فيرب هنا سي لو فيرب اتر. اي كي اي كي اي دائما نطرحو ن... 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 يعني نطرحو بهذا السؤال بهذا أداة الاستفهام اللي هي كي ثم يجي بعدها الفعل. كي اي مثلا لو غارسون جو او بالون. جو سي لو فيرب. اذا لما نبحث على الفاعل تاع هذا الفيرب يعني لو سوجي نتاعه نقولو كي جو. دائما نسبقو هذا الفاعل بكي. كي جو او بالون سي لو غارسون. دونك لو غارسون سي لو سوجي. لو غارديان ادور لي زانيمو. ادور سي لو فيرب. دائما نبداو باش نحوسو على السؤال على السوجي نتاع الفاعل تاعك نطرحو السؤال كي. كي ادور لي زانيمو le gardien. Donc le gardien voit le sujet. Il nourrit les perroquets. Qui nourrit les perroquets? Mais il est du radis al-Badarawet. Il yani huwa. Yani hna al-fa'il ja ala shakl dhamir munfasil. Yani pronom personnel. Alors qui nourrit les perroquets? C'est il. Donc il voit le sujet. عندك هنايا Maya est sa gazelle préférée. Et toujours c'est le verbe être qui est sa gazelle préférée, c'est Maya. Voilà, donc c'est le sujet. La gazelle est une bête fragile. Et toujours avec le verbe être. Et qui est une bête fragile? C'est la gazelle. Elle est fragile. Qui est fragile? C'est elle. Donc elle, c'est le sujet. Et donc, on va nous mettre le fa'il, yani le sujet de la. On pose la question qui? Maintenant, elle, qui? Redis le texte. Qui est content au moment de la douche? Mais il a dit qu'on nous aide à l'endroit. وقت الاستحمام. Donc, on a vu tout le texte. Alors, relis. Donc, le petit éléphant est content. Winta au moment de la douche. Maintenant, celui qui est content au moment de la douche, c'est l'éléphant. Et dans l'exemple comme je vous dis, le sapin italien. Troisième, recopie le texte et souligne le sujet. إذن هنا راح تقول هاد لي تكست على الكراس ثم راح تسطر لي سوجي. إذن تعلمنا كيفاش نبحثو على السوجي. اون بوز دابور اولا نبحث عن الفعل ثم نطرح السؤال كي من الذي يقوم بهذا الفعل. مثلا ياسين ام فوار لي زانيمو. كي ام فوار لي زانيمو؟ من الذي يحب رؤية الحيوانات؟ ياسين. إذن ياسين هو لو سوجي. لو فيرب هنا هو ام. عندك sa girafe préférée est malade. أولا on détecte le verbe يعني نوجد الفعل
فهناه لو فيرب اتر او اس تي اي مالاد. ونبداوه بالاداه الاستفهام اللي هي كي باش نبحثوا على الفاعل. نقولوا اي مالاد كي نسبقوه بكي قبل الفعل قبل الفعل. اذا تقولي كي اي مالاد من الذي راه مريض. اذا نشوفوا بلي لا جيغا بريفيري سي جيغا بريفيري دونك سا جيغا بريفيري سي لو سوجي. اذا سطروها عندنا هنا ايضا الجمله الاخيره الي بليسي على بات. لي فيرب تاعنا هو اي نسبقوه بكي نقولوه كي اي بليسي على بات ال يعني هي دونك ال هو لو سوجي. اذا من بعد نشوفوا الاجوبه في الصفحه المواليه. رابعا غولي لو تيكست وشوازي لا بون ريبونس يعني اعد قراءه النص ثم اختار الجواب الصحيح. Que s'est-il passé depuis que Maya est blessée à la patte? Mais la dihazata mundu an kusirat aujourd'hui Maya mel la patte. Idan hadat alqawah fi annas. Idan atawk hna ikhtiyarayn yani jawabayn w tarah takhtar al-asah. Qal lak hal premièrement elle ne boit plus vite yani mundu an kusirat aujourd'hui qadamuha la tashrab kathiran. Ou bien elle ne court plus ou la tajri kathiran. Hiya la tajri kathiran. Idan jawab rah bayan min an-nas. Phrase affirmative, phrase négative. Affirmative yani al jumla al muthabbata allati taqulu na'am, oui. Yani ma nqouch fiha sighat al nafi. Ma fihach le ne pas ou le ne plus ou la. Adda phrase affirmative kima hna elle marche vite, tamshi sari'an. Elle marche vite. Mana chouchoufou le ne إذن هي ليست جملة منفية. سي با جون فراز نيجاتيف سي اون فراز افيرماتيف. إذا كيفاش نفرق بين فراز افيرماتيف ولا فراز نيجاتيف؟ إذن بأداة النفي اللي هي نو با صيغة النفي عفوا اللي هي نو فعل ما با. عندنا جملة تانية إل نو مارش بلو فيت. إل نو ثم يأتي لو فيرب مارش ثم بلو. إذن تقدر تقول نو با ولا نو بلو ولا نو جامي ولا نو ريان. لما تشوف هذا النو قبل الفعل عرفوا بلي سيت اون فراز نيجاتيف جمله منفيه. ثانيما كومبليت لي فراز نيجاتيف سور طون كاي. اذا املا الجمل المنفيه على كراسك. سي ان غران بارك لي زيلاف. اذا في هذا الفراغ نضح صيغه النفي. اذا لي زيلاف نو بوف بلو تيرميني لا فيزيت. Depuis qu'il est cassé le bras, il s'est cassé le bras, il ne porte plus d'objets lourds. Idan hada fima yakhoss safha. Idan hay el ajwiba. Idan fima yakhoss el tani, relis le texte qui est content au moment de la douche, le petit éléphant. Souligne les sujets. Idan hayik qui m'a shrahnaha. إذن السؤال الرابع غولي لو تيكس شوازي لا بون ريبونس اختار الجواب الصحيح. كو سيتيل باسي دوبي كو مايا اي بليسي على بات. إذن دوبي كو مايا اي بليسي على بات ال نو كور با بلو فيت. ال نو كور بلو فيت عفوا. ثم السؤال الخامس إذن نضع نو با يعني صيغة النفي نو قبل الفعل والبلو ولا البا بعد الفعل. إذن وبهذا نكون خلصنا هذه الحصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.